القتل والسجن والخطف ونهب لخيرات البلاد، كل هذه الجرائم من أفضل هوايات بعض أبناء الحكام العرب، حيث جعلهم النفوذ والسلطة مثالاً للسادية والوحشية، وكانت تمر تلك الجرائم دون أي عقاب كونهم أبناء ملوك وأمراء، وباتت هذه التجاوزات مصدر خطر دائم يهدد عروشهم ويعجل بزوال حكمهم. حتى حدث ذلك بالفعل، وتصاعد الغضب الشعبي وقامت ثورات الربيع العربي والتي أطاحت بأغلبهم. جمال وعلاء مبارك. كان لأولاد الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك نصيبا كبيرا من التجاوزات والتي مارسوها باسم السلطة والنفوذ، حيث كان أهمها العلاقة الغرامية التي ربطت علاء مبارك بفنانة استعراضية شهيرة وهي شيريهان، وقيل وقتها أنه تم تدبير حادثة لها بسبب هذه العلاقة وتهديدها له بفضح علاقتهما للرأي العام، وقد أصيبت على إثر ذلك الحادث بكسور في أماكن متفرقة من الجسد. لم تقف كم التجاوزات هنا فقط، بل شملت جرائم استغلال النفوذ وتلقي هدايا والتربح غير المشروع وإهدارا للمال العام وتلفيق التهم وسجن كل من يعارض جمال وعلاء مبارك، وهو ما جعل الأجهزة الرقابية تقدم على التحقيق معهما في تهم فساد بعد أن أطاحت ثورة 25 من شهر يناير بحكم والدهما. عيسى بن زايد آل نهيان. بالرغم من ابتعاده عن الأضواء وعدم تمتعه بمنصب حكومي، تم نشر مقطع فيديو لعيسى بن زايد آل نهيان نجل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد آل نهيان على شبكة تلفزيون ABC الأمريكية. يظهر من خلاله عيسى متواجداً في الصحراء مع مجموعة من معاونيه وهم يساعدونه في تعذيب تاجر حبوب أفغاني، إذ كان يتهمه عيسى بالاحتيال عليه. وقد ظهر عيسى وهو يطلق النار من سلاح آلي حول الرجل الأفغاني ويحشو فمه بالرمل ويصب الملح على جروحه. أبناء الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. أبناء الرئيس الليبي السابق أيضاً كانوا القشة التي قسمت ظهر البعير في علاقته بشعبه، وأولهم كان سيف الإسلام الذي عرف بولعه الشديد بالنساء، وخاصة بعدما قامت عارضة أزياء تركية تدعى شانجي بفضحه أمام الإعلام بأنه كان في بعض الأحيان يقيم علاقات غير مشروعة مع النساء. ولم يتوقف الأمر هنا، فكان سيف الإسلام يستدعي فتيات من إسرائيل كي يحضرن إليه خصيصاً في طائرات خاصة لقضاء الوقت معه، وكان لديه استعداد لدفع أموال طائلة لكل من المطربات بيونسيه وماريا كاري، وذلك لإقامة حفلات صاخبة له في الصحراء الليبية. وأما الساعدي وهو الابن الثالث لمعمر القذافي، فقد كان مهووساً بكرة القدم وقد ترأس نادي الاتحاد الليبي، ووصل جنونه يوماً لإجبار قوات الأمن بإطلاق النار على جمهور الأهلي عندما احتفل بفوزه على الاتحاد الليبي. ولم يتوقف الأمر هنا، بل تجاوزه ليقوم بقتل نجم كرة القدم بشير الرياني، وذلك بعد تعذيبه والتنكيل به إثر تصريح الأخير بأن الساعدي لا يملك موهبة لاعب الكرة. وأما معتصم القذافي فقد كان يقوم بإطلاق النار على معارضين لنظام والده وتصفيتهم جسدياً دون أي محاكمة. الأمير سعود بن عبد العزيز بن ناصر آل سعود. ثبت ارتكاب الأمير سعود بن عبد العزيز بن ناصر آل سعود جريمة قتل ارتبطت بفضيحة هزت أرجاء المملكة، وذلك بعدما كشف تقرير الأطباء الشرعيين أن الجريمة مرتبطة بشذوذ جنسي تسبب في قتل خادمه بندر عبد الله عبد العزيز،
وهو من أصل سوداني داخل غرفة كان يسكنها في فندق لاندمارك الفخم في وسط مدينة لندن بشهر فبراير عام 2010. واتهم الأمير بأنه مثلي الجنس وأنه كانت له علاقة جنسية مع خادمه القتيل. وقد حاول الأمير إنكار التهمة، إلا أن فريق الدفاع عن الضحية تمكن من إحضار أدلة إثبات تؤكد أنه كان يتردد على الأماكن الخاصة بالمثليين. وقد أصدر القضاء البريطاني في عام 2010 حكماً بالسجن المؤبد على الأمير في سجون بريطانيا، وقد أمضى منها الأمير نحو عامين قبل أن يصدر وزير العدل البريطاني قراراً يسمح للأمير السعودي بقضاء ما تبقى من فترة عقوبته في السعودية. الأميرة البحرينية مريم آل خليفة. مثل قصص الأميرات وروايات أساطير الحب، كان حال الأميرة البحرينية مريم آل خليفة، والتي كانت تبلغ من العمر 18 عاماً عندما هربت من المنامة مع عشيقها جيسون جونسون. ولم تتوقف القصة هنا، فالأخير كان جندياً أمريكياً يعمل ضمن القوات الأمريكية الموجودة في الخليج وقت الحرب على العراق عام 2003. وقد التقى الأميرة في أحد مولات المنامة التجارية وأعجب بجمالها وبادلته الإعجاب، ونشأت بينهما علاقة جعلتها تهرب معه. وقد طلبت على الفور اللجوء السياسي بعد الكشف عن هويتها في لاس فيغاس. عدي صدام حسين. فقد قام بتعذيب وسجن الرياضيين بعد خسارتهم، وتعمد ضرب لاعبي كرة القدم بالعصي على أقدامهم، خاصة بعد إخفاق المنتخب العراقي في التأهل لكأس العالم، حيث أمر وقتها بحلاقة شعر جميع اللاعبين عقاباً لهم وإجبارهم على الغطس في حفرة مجاري. وكانت خاتمة جرائمه عندما قتل المرافق الشخصي لوالده وهو كامل حنا ججو. ففي عام 1988 كان يحتفل كامل مع مجموعة من أقربائه في جزيرة الأعراس، حيث كان ثملاً ويطلق عيارات نارية بالهواء، وقد كان عدي قريباً من ذلك المكان، فأرسل إليه طلباً للكف عن إطلاق العيارات النارية، حيث كانت سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري ضيفة على زوجة الرئيس صدام في بغداد، وكانت قد نزلت في فيلا قريبة من جزيرة الأعراس. وفي تلك الليلة، ولما لم ينفذ كامل حنا رغبة عدي رغم تكرار طلبه عن طريق الحماية، قدم عدي بنفسه إليه غاضبا في الحفلة وضربه بعصا على مؤخرة رأسه أمام المحتفلين، فحدث له نزيف بالمخ أدى إلى وفاته في تلك الليلة. فأمر صدام حسين رحمه الله بسجن ابنه عدي وأصدر الأمر بإعدامه، إلا أن وساطة الملك الحسين ملك الأردن حالت دون تنفيذ الإعدام بعد أن عفى أهل القتيل عن عدي. برأيك من من هؤلاء كان شبيها لوالده ويمتلك نفس طباعه الإجرامية؟ شاركنا رأيك في التعليقات.